السلام عليكم، كيف الحال؟ اخيرا فينا نحكي ان وارزو موبايل بلشت تمشي على الطريق الصحيح. يبدو ان اللعبه بلشتها تستوعب اللاعبين اكثر، الجرافيك عم بيتحسن شوي شوي. اخيرا 120 اف او في صارت متاحه، حاليا فينا نشوف شاشه اكبر، مساحه اكبر للرؤيه عشان تعرف تلعب. وصراحه لحد الان بعاني من مشاكل في حراره الجهاز، يعني لاعب 4 ايام حاس الجهاز اجته هيك سخونه. فمقطع خفيف لطيف رح نجرب فيه التحديث الجديد، نجرب ال 120 اف او في مع سكن الارنب المخيف. الحزمه هاي ب 2080 سي بي مش دافعين شيء، يعني اذا شايف انها غاليه فسدد التاجر. المقطع هذا برعايته، زين نهاد جدا محترم بوفر لكم سي بي باقل الاسعار اللي ممكن تشحنوها. اختار الحزمه اللي بدك اياها، ابعث له اياها رح يشحن لك اياها باقل الاسعار. رح اترك لكم روابط التواصل معه تحت في الوصف، شيكوا عليه. وخلينا نكمل، احنا اشترينا الحزمه هاي صح؟ بدي الاقيها. هذا السؤال، يعني هذا السؤال الذي يطرح نفسه أرضا. 2000 years later. خيرا لقيت الأرنب الأسود. خلونا نجرب هسه حاليا مود الصاعقة المهيبة، هذا جدا رهيب، هسه راح أحكي لكم عنه جوا الجيم. بالإضافة إنه احكوا لي لو شو رأيكم نشتري عجلة جوست ولا لا؟ يعني استحلم فور قوي، إذا قوي احكوا لي اشتريها، مش قوي بلاش منها. خلونا ننزل في البداية عشان أحكي لكم عن اللي صاير حاليا. أول شيء في مشاكل في المايك، تمام؟ بس هالمشاكل كلياتها راح تنساها لما تشوف ال 120 اف او في. شوف المساحة أخيرا. البعض راح يعاني من مشاكل إنه الحساسية صارت أسرع، بس عادي يعني أنت بس بطل الحساسية وأمورك تمام، طبيعي لأنه يعني صار عندك مساحة اف او في أكبر. فاهمين الفكرة صح؟ طبعا من الأشياء اللي تكلموا عنها في التحديث إنهم عدلوا الكلمات، شايفين الأسماء اللي هسه اختفت؟ عدلوها لانه كان فيها مشاكل. اوكي شوف كمية البشر اللي معنا يا ويلي. انا ليش نزلت هون مش فاهم انا. مرة. تعال. معلش عذرني. يا ولد مسلح مسلح. الاشياء اللطيفة بهذا المود انه لما يضربك، ايوه هي اول قدرة. شوف مثال مثال مع مثال مع الشرح. اول قدرة بيعطيك اياها بتصير سريع في المشي، هي اول واحدة. طبعا بعدين بيطلق عليك كل برق بتاكله بيعطيك قدرات جديده. في اشي بيخليك ما تعمل ريلود بالمره للاسلحه، زي هاي مثلا. هسه ما في تعشيق للاسلحه، تمام؟ اطلاق لا نهائي. شوف سرعه اللاعب. ما في ريلود، ما في، خلص ما في الى اللقاء وداعا للرلود. في كمان قدرة بس ما بعرف شو هي الدعوة صراحة. لا 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 اوكي. هاي هاي ما هي فوائد ال 120 اف او في، تخليك بني ادم تعرف تلعب شوي على الاقل. شوي صغير مو كثير مرة. اوتش. تعزيز درون الاستطلاع. اوكي عرفت هاي شو القدرة الأخيرة. القدرة الأخيرة لما تفعل يو اي في، شايفين كيف؟ ببين لك الأعداء اللي حواليك هم وين؟ قريبين منك وبنفس الوقت في أي اتجاه. وأنت بسم الله. سرعة أكثر. هي ناقصة. ماشي. شوف السرعة كيف بتصير مع التكتيكال سبرنت يا ويلي. في مشكلة واحدة بس بهذا المود، عارف ايش هي؟ إنه لما تموت ما راح تنزل زي الجيم العادي، لا راح يدخلك في الجولاج. راح تحارب واحد واذا مت تيمك بيشتريك، ويعني الموضوع شوي صعب. اوكي جيد. جبان ورا. يا اخي لا لا وين شت حرام. بس ايه هالجولاج متعب. حتى السجن هون مختلف يعني عن السجن العادي. اطلع اطلع اطلع. برا. عاد زميلك من جولاج. دوري. طب انا شو بالنسبة؟ عادي هيك؟ اي سلاح اي سلاح هات شغال، اي اشي راح يكون ماشي حال. يابلا ضاربين 100 صاعقة وحالته حالة. والله معقول يعملها ويشتريني؟ يا رب يشتريني يا رب يعمل. والله انت زلمة غانم مش مصدق. طيب بما انه الموضوع زي هيك فلازم الواحد ايش يركز شوي.
الأسلحة هاي قدامنا، تمام. هي سلاح، سلاحين، الأمور تمام. بدي صاعقة، بس صاعقة تخبطني. صعبة صعبة، شو اسوي؟ صعبة. طيب اسمعوا، داخلين نشيك على المود هذا، المود الملتي بلاير. اوكي، واحد كل مود الملتي بلاير عادي، يعني جيم سريع خفيف لطيف مع ال 120 اف او في، شوية دمج بسيطات. يلا شوف الجرافيك، والله في تحسن خارق، والله في تحسن خارق من اخر مرة جربته. تقريبا انا مو مستوعب انه الكل اخذ ال 120 اف او في. ارنوب يا سلام يا ابني، يا اخوان راح يجيبوا لي مرض، راح يجيبوا لي مرض. نبي تحرك تحرك تحرك. فجرت راسه، معلش يا اخي. هذول بيحطوا اسلحة جدا سريعة، الوضع مغص صار. يا اهل الثاني، ثالث اللي بعده. لا لا اللي برا، يلا اللي برا. حلوة هاي، لسه مش ظابطين الحساسية يا جماعة. يا ماما. اثنين. اصبر، طب اصبر شوي نتفاهم، يعني واحد واحد على الدور. يا اخوي خلاص الرحمة. مو طبيعي، مو طبيعي اللي بصير عن جد، يعني الله يعين اللي معه جهاز ضعيف. شو بده يعمل؟ شو بده يعمل غير انه يعاني؟ شو بده يعمل الواحد غير انه يعاني في الايام هاي؟ هزيمة. كانت هاي تجربة 120 اف او في، سواء في البت رويال او حتى في الملتي بلاير. متحمس جدا عشان التحديثات الجاي، صراحة متحمس كثير اشوف كيف راح تصير اللعبة، بس تصير مدعومة اكثر بشكل احسن على الاجهزة بدون ما ترتفع الحرارة ويضيفوا فيها مود الرانك، حتكون وقتها اللعبة جدا خرافية. ولكن في الوقت الحالي اللعبة يعني ها ماشي على الطريق الصحيح، ان شاء الله يضلهم زي هيك. و احكوا لي رايكم بالتحديث، لا تنسوا تكتبوا لي رايكم في اللعبه بصراحه، وهل انتم بعدكم بتلعبوها، وهل اللعبه تحسنت بعد التحديث الاخير ولا لا. لا تنسوا تشيكوا على سجادة التاجر، الرابط في الوصف، وشكرا، مع السلامه.